اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ به الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصتنا اليوم من العجب العجاب أعزائي المستمعين والمستمعات، إنها قصة عجوز جزائرية. تستطيعون أن تقولون أن عمرها في 95 وربما أكثر، عمرها على وجه الدقة لا أحد يعلمه بالضبط، ولكنها مشهورة جدا في شوارع الجزائر. عندما تمر بين هنا وهناك، بين تلك السيارة وذلك المحل وذلك السائح وتلك السائحة، وهي تمد يدها تتسول وتطلب المال من الناس، كانت تجمع الكثير من الأموال، الكثير الكثير. والحقيقة أننا اكتشفنا أنها تملك ملايين ملايين العملات الأجنبية والعربية، وملايين أيضا الدولارات في منزلها والقطع الذهبية بسبب شيء حدث معها. أتعلمون ما هو أعزائي المستمعين والمستمعات؟ لأنها كبيرة في العمر وكانت تميل على إحدى قدميها، أي أنها كانت عرجاء بعض الشيء، لم تستطع أن تقطع الشارع بشكل سريع، فاتت سيارة أحد الشباب الرعناء المسرعة وقامت بصدمها ولفها 4 أو 5 لفات في الهواء قبل أن تسقط على الأرض وهي ميتة تماما. وعندما أخذوها إلى المشفى أعزائي المستمعين والمستمعات، فكوا ملابسها عنها، فإذا بالنقود تبدأ تتساقط من هنا وهناك. كانت ترتدي ملابس ثوب نسائي خفيف وتربطه بحزام من الوسط بحيث يكون قوي، وكان كلما أعطاها أحد شيئا من المال وضعته ضمن الجزء العلوي من ذلك الثوب، وكانت ترتدي ثوبا آخر فوقه، وكانت رائحتها سيئة جدا وشكلها مرعب ويبدو عليها التعب والمرض واوا. والحقيقة أنها تفعل ذلك كنوع من التمويه، أي ديكور مكياج خارجي من الاتساق لكي تكسب عطف الناس. وبخلع الحذاء الذي في قدميها، وكان نفس الشيء، كانت عبارة عن جزمة طويلة بعض الشيء، وكانت مليئة أيضا بالقطع النقدية الحديدية. استغرب الكثير من الممرضين الذين كانوا يريدون أن يدخلوها ضمن ثلاجة المنزل من كثرة ما لديها من مال ضمن جسدها وضمن أقدامها، فظنوا أنها سارقة، فاتصلوا بالشرطة وقالوا لهم أن القصة كذا وكذا وكذا، واستطاعوا أن يتعرفوا على شخصيتها، واستطاعوا أن يعرفوا أين هو مسكنها. أعزائي المستمعين والمستمعات، وبالفعل ذهبوا إلى هناك، وكانت عمارة فارهة جدا. المكان الذي تسكن فيه في عمارة فارهة جدا، ولكنها كانت تسكن في القبو، في غرفتين صغيرتين، تستطيعون أن تقولون أنها غرفة الحارس، لكنها هي من كانت تسكن فيها. وتحدثوا مع الجيران عنها وعن حياتها، فقالوا أن لديها بعض الأقارب الذين كانوا يأتون بين الفترة والفترة، وكانوا تسبهم وتشتمهم وتبعدهم وترفض أن يدخلون إلى بيتها أو أن يزورونها، وأن صاحب العمارة في الحقيقة قد تكرم عليها عندما رآها فقيرة ومسكينة على أن تجلس في تلك الغرفة، وأنهم يتصدقون عليها بالطعام وإعطائها المال، وفي العيد الصدقات كلها لها، لأنها مسكينة ومظلومة ودائما تتحدث عن مأساة حياتها وكيف أن الجميع تخلى عنها. في نهاية الأمر استطاعوا أن يعرفوا أين هم أهلها، وبعثوا لهم بخبر، وأتت الشرطة مع أهلها، وقاموا بخلع الباب ودخلوا إلى الغرفة. وعندما دخلوا كانت الصاعقة الكبرى أعزائي المستمعين والمستمعات، كان لديها فقط سرير وعليه فراش بسيط، ولكن هذا السرير كالصندوق الخشبي، هو من خشب وشكله كالصندوق تماما، قطعة خشبية صندوقية كالصندوق شكلها، ووضعت فوقها مرتبة سرير وفراش ومخدة لتنام عليها. وكان بجوار السرير يوجد أيضا مثل الرف،
وكانت قد وضعت عليه بابا خشبيا وأوصدته بالكثير من السلاسل والأقفال. المهم أن الشرطة قامت بكسر تلك الأقفال وبدأت تبحث. عندما بدأت تبحث أعزائي المستمعين والمستمعات، صدمت أن في ذلك الخزانة براميل من الحجم المتوسط الذي لونها أزرق. أيضا تلك البراميل كانت مختومة بنوع من اللاصق القوي. قاموا بفتحها فاكتشفوا أنها مليئة بقطع الفضة وقطع الذهب، وهنالك الكثير من قطع المجوهرات، وهنالك الكثير من القطع النقدية المصففة بشكل جيد، أي من فئة 100 لوحدها، من فئة 10 لوحدها، من فئة 500 لوحدها. كانت قد رتبتهم بشكل جيد وممتاز. عندما رأت الشرطة تلك المبالغ الهائلة، ورأى أهل الميتة تلك المبالغ الهائلة، أصيبوا بالجنون، فقالوا: كل تلك الأموال تملكها تلك المتسولة التي كانت تأخذ الصدقات من الناس. فما كان منهم إلا أكملوا البحث في الغرفة، وبالفعل أخذوا المرتبة عن السرير وأبعدوا تلك القطعة الخشبية عن الصندوق، واكتشفوا أن تلك المرأة كانت تنام على مجموعة هائلة، ربما 10 ملايين أو أكثر، أو 15 مليون لم تعد، لكنها كانت قد قامت بصف رزم من فئة 500 في أسفل السرير، ويبدو أنها كانت تأخذها إلى البنك وهي قديمة وتصرفها بقطع جديدة، ويبدو أنها كانت تنام في كل يوم على تلك النقود الكثيرة والغزيرة، ووجدوا لديها الكثير من أطقم الذهب. وجدوا لديها أشياء عجيبة وغريبة ضمن تلك الغرفتين، وربما لو بحثوا أكثر ضمن الوسائد وضمن المفارش كما يقولون أهل الميتة لوجدوا أكثر من ذلك الكثير. في نهاية الأمر تلك أموالها، ولن تستطيع الدولة أخذها. والذي أخذ تلك الأموال جميعا أعزائي المستمعين والمستمعات هم أهل تلك الميتة، وقاسموها فيما بينهم، وخصصوا مبلغ 1,000,000 قطعة من تلك الأموال الموجودة ليبنوا لها مسجدا. فقط 1,000,000، ربما من 50 أو 60 مليون هي تملكه، 1,000,000 واحد خصصوها لها لكي يبنون لها مسجدا، على ذلك يفك عنها ما كانت تفعله في الدنيا. لكن الصاعقة الكبرى أعزائي المستمعين والمستمعات، أتعلمون ما هي؟ أنهم وجدوا لديها حقيبة فيها بعض المستندات عن بعض المحلات التي كانت تمتلكها، وبعض الشقق، والعمارة الفارهة التي كانت تسكن فيها، على أن صاحب العمارة قد أعطاها ماذا؟ تلك الغرفتين لتجلس بهم لأنها فقيرة. الحقيقة أنها هي من كانت تملك تلك العمارة من أول طابق حتى آخر طابق. الجميع كان مصدوما جدا بمدى المال الذي كانت تملكه، كيف أنها كانت تتسول، وكيف كانت أنها تحرم نفسها من كل شيء، تنتظر الآخرين لكي يتصدقوا عليها في الطعام، وكانت نشيطة وتخرج من الصباح لا تعود حتى المساء. كانت تكنز المهب والفضة، وكانت نهايتها أن دهست في إحدى الشوارع وهي تحاول ربما أن تركض وراء أحدهم لتأخذ منه صدقة وهي تتسول. ما رأيكم بمدى المبلغ الذي وجدوه عندها والذهب؟ منذ متى وهي تتسول أعزائي المستمعين والمستمعات؟ منذ متى وهي تمتهن تلك المهنة؟ منذ متى وهي تجمع تلك الأموال ولا تستحم ولا تغتسل ولا تتنعم ولا تعيش كما تستطيع أن تعيش عيشة الملوك بتلك الأموال التي تعيش عيشة الثراء بالأموال التي تمتلكها، ولكنها أبت على نفسها أن تجمع المال لمن؟ لأشخاص أخذوا كل المال وجزاهم الله خيرا أنهم تبرعوا بـ1,000,000، والبعض الآخر قد لا يتبرع لها بأي شيء، وليس ذلك فحسب، وإنما يدعو عليها ويقول: الله لا يرحمها. احذروا عباد الله، احذروا عباد الله، كل قطعة نقدية في جيبكم تخبئونها أو تصرفونها فإنكم مسؤولون عنها يوم القيامة. هم سيتمتعون بالمال، وهي ربما والله أعلم ستتعذب بالمال الذي جمعته وكنزته، وربما لم تخرج عليه صدقة أو أي شيء من تلك الأمور التي سيعاقبها الله عليه. تلك هي قصة العجوز التي ماتت ووجدوا في منزلها كما يقولون كنز قارون. لكم مني كل الحب والتقدير، وأتمنى أن لا تكونوا مثل تلك المرأة، وأن تتعلموا أن تعيشوا حياتكم كما أمر الله تعالى، وأن لا تجعلوا من التسول طريقتكم المثلى لكسب المال السريع. لكم مني كل الحب والتقدير، مديرة القناة أم عمر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.